بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. طبعا زي ما حضراتكم عارفين النهاردة عندنا حلقة هامة جدا، واحد من النجوم الكبار جدا اللي لعبوا في النادي الأهلي لفترات طويلة، نجم الكبير الكابتن محمد يوسف، صاحب واحدة من البطولات الإفريقية الكبيرة اللي دايما بيعتز بيها النادي الأهلي كمدير فني. كابتن محمد يوسف هيكون ضيفي النهاردة في الجزء الأخير من هذه الحلقة. كابتن محمد يوسف هتكلم معاه في كل ما يخص النادي الأهلي، هتكلم معاه في ذكرياته في بطولته الأفريقية الأخيرة، كيف يرى فريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، هتكلم معاه في كل ما يخص هذا الموضوع، لأنه كابتن محمد مدير فني كبير ومدير فني قدير وله احترامه الحقيقة في الدوري العام المصري، سواء جوه مصر أو بره مصر في العراق لما راح مسك بعض الأندية العراقية، وبالتالي هو مدير فني كبير جدا. هنشوفه النهاردة هيكلمنا إزاي عن المباريات الأهلي القادمة في الدوري ورؤيته لمباراة الفاينل إن شاء الله النادي الأهلي ونادي كايزر تشيفز. الحقيقة قبل ما أتكلم مع حضراتكم على أي شيء، عايز أتكلم في أمر هام جدا. امبارح تابعت الحقيقة تصريحات كابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر المقصة على قناة تن أعتقد، اتكلم فيها قال إن أنا هقول للاعيبتي إن هم يحافظوا على النادي الأهلي. كابتن محمد عبد الجليل قال الكلام ده، ومنذ أن قال هذا الكلام هجوم شديد جدا جدا على كابتن محمد يوسف وعلى النادي الأهلي، كابتن محمد عبد الجليل أنا آسف وعلى النادي الأهلي. طيب هو طبعا ده كلام ساذج جدا 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 لكل من يرى، أو كان الكلام على إيه؟ كلام على أن كابتن محمد عبد الجليل أنا آسف هيفوت المباراة لصالح النادي الأهلي. تخيل حضرتك النادي الأهلي صاحب ال 42 بطولة دوري عام، صاحب تسع بطولات أفريقيا، صاحب شوف كم بطولة كاس النادي الأهلي عملها أو فاز بيها. تخيل حضرتك إن النادي الأهلي اللي جمهوره 70-80 مليون مستني كابتن محمد عبد الجليل يمسك فريق مصر المقصة علشان يكسب النادي الأهلي، أو علشان يفوت أنا آسف للنادي الأهلي، علشان النادي الأهلي ياخد 3 بونت ويكمل طريقه. تخيل عاقل، أي حد عاقل يتخيل الكلام اللي أنا بتكلمه مع حضراتكم ده. من امبارح هجوم شديد جدا على كابتن محمد عبد الجليل، هجوم شديد جدا على النادي الأهلي، وما ينفعش مباراة إيه اللي هتتفوت؟ هو النادي الأهلي ينتظر، أنا آسف جدا، مصر المقصة فريق كبير جدا ومن أعرق وأهم الفرق في الدوري المصري، ولكن هو النادي الأهلي هينتظر الثلاث نقاط بتوع مصر المقصة؟ بالمناسبة الطبيعي إن النادي الأهلي يكسب مصر المقصة، ده الطبيعي، ده الشيء الطبيعي. يعني لما تيجي تبص على نتائج مباريات مصر المقصة مع النادي الأهلي منذ أن صعد مصر المقصة من الدرجة الثانية للممتاز، هتلاقي النادي الأهلي كاسب 90-95-99% من الماتشات. فالطبيعي أن النادي الأهلي يكسب مصر المقصة، ولكن الغير الطبيعي أن النادي الأهلي يتعادل أو لا قدر الله يخسر من مصر المقصة. فاللي بيتكلم الكلام ده هو كلام ساذج جدا، ما ينفعش حضرتك، ده واحد صاحب نظرية مؤامرة. يعني ايه؟ يعني واحد بيفكر ازاي اتكلم عن النادي الاهلي وازاي اتكلم عن او اهز الاستقرار اللي موجود في النادي الاهلي، ولكن ده مش هيحصل ابدا طول ما جمهور النادي الاهلي متواجد. حضرتك هل اتكلمت عن مبادئ النادي الاهلي؟ عن اخلاق النادي الاهلي؟ طب بالكلام، هو انت الكلام اللي انت بتقوله ده اسلام مجرد كلام وخلاص؟ لا، خلينا افكر حضراتكم باخر دوري خدوا فريق اخر غير النادي الاهلي، 2014، ده موقف تاريخي حقيقي حصل مسجل في سجلات اتحاد كره القدم، مش انا طالع اقول كلمتين وخلاص لمجرد ان انا اضحك على عقول بعض الشباب. يا جماعه خلينا نفهم وخلينا نروح دائما كلمه اللي احنا بنقولها دايما، اذا كنا عايزين نتكلم نروح للترند الايجابي، مش ان انا مجرد ان انا اطلع أزيف حقائق وأقول كلام، أي كلام بقوله، أي كلام بيتقال. يعني إيه فوت مباراة؟ يا جماعة الكلام ده يمس سمعة ناس، عيب، الكلام ده عيب، ما ينفعش يتقال. إحنا أكبر من كده، النادي الأهلي أكبر من كده بكتير جدا. هقول لحضراتكم على الموقف عشان نفتكر بالمواقف وليس بالكلام، بالمواقف وليس بالكلام. في 2014
نادي الزمالك ده آخر دوري خده نادي الزمالك بالمناسبة. نادي الزمالك خد الدوري، خد الدوري إزاي؟ خلينا نتذكر كده إيه اللي حصل. يمكن في البعض من اللي بيتفرج على البيت الكبير دلوقتي مش فاكر الموضوع، ولكن محمد يوسف، كابتن محمد يوسف المدير الفني لسموحة وقتها في 2014 اللي هو بقى كان قبلها بسنة ولا بسنتين واخد بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي كمدير فني، عمل إيه كابتن محمد يوسف؟ تعادل مع النادي الأهلي وبالتالي في القاهرة، وبالتالي فاز نادي الزمالك بالدوري من غير ما يلعب مباراته الأخيرة، كانت أمام طلائع الجيش تاني يوم. فالنادي الأهلي لما تعادل مع سموحة اللي كان مديرها الفني محمد يوسف، أكتر من أكتر الناس اللي بتحب النادي الأهلي وبتعشق تراب النادي الأهلي وكل حاجة بيحبها اسمها النادي الأهلي محمد يوسف، قضى على أمال النادي الأهلي في أنه هو ينافس على الدوري، وأهدى الدوري لنادي الزمالك، مش أهدى الدوري لنادي الزمالك، ولكن هو عايز يكسب النادي الأهلي، عايز يكسب النادي الأهلي، فتعادل. فالنادي الزمالك، أنا حتى أتذكر الاحتفالات اللي حصلت بعد المباراة، بعد ما تعادل النادي الأهلي مع سموحة، الاحتفالات اللي حصلت من لعيبة الزمالك قبل المباراة بتاعتهم مع طلائع الجيش، نزلوا البسين ونطوا وعملوا القصص دي كلها، حقهم طبعا، أنا مش قصدي حاجة، ولكن أنا بقول الواحد بيتذكر المواقف الرائعة. هل جمهور النادي الأهلي زعل من محمد يوسف مثلا؟ ما حصلش. جمهور النادي الأهلي احترم محمد يوسف زيادة، لأن محمد يوسف اتعلم كده جوه النادي الأهلي، اتعلم إن أكل عيشه إن أنا أموت نفسي عشان الفريق اللي أنا ماسكه. هو ده الاحترام، هي دي المبادئ، هي دي الأخلاق اللي بنتكلم عنها. مش حضرتك طالع ترمي كلمتين علشان يمشي وراها شوية ناس لسه مش عارفة تفكر. حضراتكم ارجعوا للتاريخ، ارجعوا للمواقف المسجلة في الاتحاد. أنا مش بقول الكلام ده كلام أنا بقوله وخلاص، لا، حضرتك ارجع للتاريخ وشوف الكلام اللي بيتقال إيه. لكن حضرتك تقول لي لمجرد أن محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة طلع قال أن أنا هقول لعيبتي حافظوا على النادي الأهلي، لأن آخر مباراة هيلعبها لعيبه النادي الأهلي اللي هي هتبقى يوم 11 إن شاء الله، آخر مباراة وبعدها نهائي دوري الأبطال، على أساس أن النادي الأهلي بيلعب في بطولة أفريقية وممثل مصر الوحيد في البطولة الأفريقية وفي مهمة وطنية قومية كبيرة جدا إن شاء الله ربنا يكرمنا وناخد هذه البطولة. ولكن أعداء النجاح وأعداء الاستقرار دايما بيحاولوا يحطوا السم في العسل، السم في العسل، طالعين يتكلموا على السوشيال ميديا وفي بعض البرامج، برامج من لا يشجع النادي الأهلي بيتكلموا بهذا الشكل. هو النادي الأهلي محتاج إن هو ثلاث نقط، محتاج الثلاث نقط طبعا، ولكن هل هو محتاج تفويت نادي مصر المقاصة زي ما البعض بيقول؟ هل النادي الأهلي محتاج مساعدة من حد؟ ولو عايزني أتكلم في الكلام ده أنا ممكن أتكلم مع حضرتك، لكن أنا لما باجي أتكلم معاك بكلمك بشكل أو تصريحات اتقالت، مش أنا بقول كلام من خيالي وبطلع أقوله، لا، ولكن أنا بقول بناء على تصريحات اتقالت. كابتن أسامة نبيه المدير أو المدرب العام لنادي الزمالك الحالي طلع في وقت أعتقد من سنة أو من أقل شوية واتكلم، قال إنه في أحد البرامج اتكلم وقال إيه؟ قال أنا كنت بلعب في المحلة في ذلك الوقت، ويعني كنت بحب نادي الزمالك جدا، فعشان كنت بحب نادي الزمالك جدا تعمدت إن أنا أهدر فرص عشان نادي الزمالك يكسب، ونادي المحلة طلع بيان لو حضراتكم فاكرين القصة دي. بعد كده قدم اعتذار وقال إن هو ما كانش قصده والكلام ده كله، طبعا أكيد يعني ما كان يعني، ولكن لما تيجي تتكلم في هذا الموضوع لا، إحنا عندنا حقائق كثيرة جدا، وبالمناسبة مش إحنا اللي بنقولها، وبالمناسبة مش إحنا اللي بنتكلم فيها، ده حضرتك أو يعني بعض من لا يشجع النادي الأهلي هم دايما اللي بيتكلموا في هذا الأمر. يعني أنا ما قلتش التصريح ده، ولا أنا عملت فيلم في خيالي وطلعت قلته للناس على الشاشة، لا، أنا الكلام ده أنا ما كنتش طبعا هتكلم في مثل هذا الأمر، لكن لما لقيت الموضوع ماشي في الاتجاه ده، وده طالع يتكلم، وده طالع يقول، وده طالع يعمل، لا، ما يصحش، عيب الكلام ده يا جماعة، عيب، حضراتكم بتمسوا سمعة ناس. ده الكلام ده طبعا لبعض من لا يشجع نادي الأهلي،
حضراتكم بتمسوا سمعة ناس، خلينا نتخانق في بطولة، نتخانق في مش عارف إيه الكلام، الحاجات المناوشات العادية دي اللي بتحصل ممكن نتقبلها وممكن يعني تعدي، ولكن إن حضرتك تتكلم في سمعة وفي شرف عيب. حضرتك عايز تسخن لعيبة مصر المقصة على النادي الأهلي، لمجرد إن أنت عايز تسخن لعيبة مصر المقصة على النادي الأهلي تعمل الفيلم ده كله؟ على فكرة لما كنا الواحد لما كان بيلعب في نادي غير النادي الأهلي كنا بنبقى نازلين مباريات الأهلي دي هنموت نفسنا فيها. أنا نفسي سبت النادي الأهلي ورحت لعبت في نادي حرس الحدود وبلعب نهائي الكاس، أنا موتت نفسي على كل كرة عشان حرس الحدود يكسب النادي الأهلي، وجمهور الأهلي احترمني بزيادة لأن هو ده اللي اتعلمته في النادي الأهلي، هو ده اللي أنا أعرفه، هو ده اللي أنا بتكلم عنه. ولكن اللي أنا شايفه من امبارح هجوم 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 على محمد الكابتن محمد عبد الجليل، يا جماعة عيب عيب. خلينا نشوف، نبص للتاريخ زي ما قلت لحضراتكم، دي حاجة بسيطة جدا للي حصل في 2014. اللي حصل في 2014 ده موقف بسيط جدا. كابتن محمد يوسف أهدى الدوري للمنافس التقليدي نادي الزمالك في ذلك الوقت لنادي الزمالك، علشان كابتن محمد يوسف ده اللي هو الراجل الأهلاوي اللي بيعشق تراب النادي الأهلي، هذا هو الاحترام، هذه هي الأخلاق، هذه هي المبادئ. خلينا نروح لكابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر المقصة، والحقيقة بعد ما اتكلم امبارح في قناة تن أعتقد أنه هو قال هذا التصريح، والراجل يعني نيته صادقة وطيبة، يعني ما عندوش أي مشكلة، هو عايز يكسب النادي الأهلي بالمناسبة. خلينا نسمع منه نشوف برضو إيه موضوع التصريح اللي قاله كابتن محمد عبد الجليل. يا كابتن محمد زي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه؟ وحشنا جدا. الله يخليك يا حبيبي، الحمد لله على السلامه ومنور. ربنا يخليك يا كابتن مصر وبرنامج المحترم. ربنا يخليك يا كابتن مصر، ودايما منور ودايما سعداء بوجودك معانا، ويعني طبعا الف مبروك. انا ما هنتكش على القياده الفنيه لفريق مصر المقصه، تستحقه اكتر ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن اسلام. بص، انت لعيب كوره، اول كلمه قلتها ايه؟ ايه يا كابتن؟ انت اول كلمه دلوقتي قلت ايه؟ ايه يا كابتن؟ جيل عايز يكسب. طبعا طبعا طبعا. ايه انت لعيب كوره، انت لما رحت الحرس يا كابتن ازاي؟ لا انا لسه كنت قايل الموقف ده يا كابتن، ان انا موتت نفسي عشان اكسب. ده حق مشروع يا كابتن، ولكن الناس مش متعوده يا كابتن، دايما الناس معرفش ليه احنا بنخون بعض، ولازم نفهم بعض غلط، ولازم نسيء لبعض، ولازم نقعد نشتم، ولازم نقعد يعني. انا عليا حمله من امبارح يا كابتن اسلام، غريبه، ما اعرفش، انا مش هقول ممهجه لان انا ما عنديش حته التخوين دي. انا راجل تلقائي، انا لما بقول ان اللعيبه تحافظ على اللعيبه الثانيه يا كابتن اسلام، مش معنى كده ان انا هتهاون، مش معنى كده ان انا هسيب الماتش. انا كابتن اسلام في اي محاضره ليا اي لعيب انا بقول تدعي وتقرا الفاتحه ان ربنا يطلعك من الملعب سليم، وتدعي للفرقه الثانيه ان لعيبتها تطلع سليمه، ده دايما كلامي في المحاضره. تدعي لنفسك وتدعي للفريق الثاني لان اكل عيش الكوره. انا مش هفرح بالثلاثه بونت وانا طالع واثنين ثلاثه من الفرقه الثانيه، سواء اهلي سواء زمالك سواء اسماعيلي سواء مصري. بالظبط بالظبط. يبقى رجليه متكسره ولا داخل الكيس ولا قاعد. وبعدين يا كابتن عبد الجليل انا اسف جدا، حضرتك جاي في مهمه انقاذ محتاج كل نص نقطه، مش نقطه، كل نص نقطه. بالظبط يا كابتن. بعدين يا كابتن اسلام، اي مدير فني امله في الدوري ان يكسب اهلي وزمالك. طبعا. يعني انا يمكن صريح شويه، الناس مش متعوده على الكلام الصريح اللي بيطلع تلقائي، هم عايزين واحد يجمل الكلام، واحد يحرف الكلام. انا راجل دغري وراجل عارف ربنا وعارف انا بتعامل ازاي. انا طلعت هاجمت الترجي لما ساب الماتش للمولوديه، زعلت على الزمالك يا كابتن. انا راجل بتاع كوره، انا راجل لعيب كوره، مدرب كره قدم. اول حاجه بعلمها كابتن ولا اتعلمتها في النادي الاهلي كابتن صالح الله يرحمه، الاخلاق. لعب بشرف، لعب بامانه. تفتكر ان انا لو انا بفكر ان انا اسيب ماتش الاهلي هيفرح او الزمالك هيفرح؟ معلش يا كابتن، وسؤال برضو لحضرتك، ويعني معلش يا كابتن، يعني هو انا اسف جدا، ولكن مباريات مصر المقصه والنادي الاهلي 99%، انا اسف ان النادي ده، مش انا اسف، لكن هي دي الحقيقه، ان 99% من المباريات بالارقام يعني جيبوها لي يا جماعه، النادي الاهلي بيكسب. يعني الغير طبيعي ان النادي الاهلي يتعادل او يهزم. حلو. فيعني ايه الجديد؟ يعني انا اسف جدا، ايه الجديد يعني؟ لا لا بالظبط. لا بص، انا راجل واقعي. انا عايز العب والعب بشرف وعايز اكسب طبعا. كل الناس اللي كتبت كده
قال على قناه الاهلي انا عايز اكسب النادي الاهلي. اي مدير فني طموحه في الدوري انه يكسب اهلي او زمالك. ايوه. واكم مدربين على مدار العشر سنين قعدته في الدوري الممتاز لما كسب الاهلي والزمالك بدون اسامي. ايوه. انا ما ينفعش اجي بقول بسم الله الرحمن الرحيم تدريبه كابتن اسلام واجي اقول للعيبه العب بتهاون او العب يلا سيب الماتش. طب اكلمه ازاي بعد كده؟ الناس تفكر شويه. انا لو فكرت ان انا اقول كده للعيبتي، لعيبتي هتبتدي ازاي؟ مظبوط. كل اللي قلته يا كابتن اسلام امبارح ان تحافظ على زميلك، حافظ على النادي الاهلي عنده ماتش نهائي بس، انما تلعب راجل وتجيب اجوان وتعدي وتجيب اجوان وتكسر الدنيا. ايوه. طموح مشروع. وخلي بال حضرتك لو جمهور الاهلي في مباراه الاهلي ومصر المقصه، المقصه لا قدر الله يعني كسب، هتلاقي جمهور الاهلي بيحييك وبيحيي لعيبه اللي مصر المقص. هو جمهور الاهلي على فكره عنده بالظبط كده بالظبط، وبيحب المجتهد ويحب حد من ولاده يظهر. انا بقول لحضرتك والله يا كابتن اسلام، انا ليا في قطاع الناشئين مواقف كثيره مع النادي الاهلي. ايوه. انا كسبان يعني انا كسبان النادي الاهلي 5 مرات رايح جاي على أيوه. مدار الاربع خمس سنين في مباراه يمكن لما تقفل معايا اتصل بالكابتن كشري أيوه. او الكابتن ناصر ماهر. في مباراة كانت من 3 سنين مع النادي الاهلي مواليد 97. ايوه. وكان لسه ناصر ماهر راجع من الصليبي اول مباراة لي يا عيني. ايوه. اقسم بالله يا كابتن اسلام بتوع الفيوم عملوا يافطة كبيرة لان هم عارفين قيمة ناصر ماهر هو في الناشئين قبل ما يصعد وقبل ما يكسر الدنيا في الاهلي وسموحة. ايوه. بس انا كنت متابعه. ايوه. واقسم بالله يا كابتن جمعت لعيبة المقصة وقلت لهم رقم 10 جايب عليه بالراحة. رقم 10 يمسك الكوره براحته ويهدى ومحدش يعمل عليه تاكلينج من ورا عشان ده راجع من صليبي. عارف عملنا ايه يا كابتن الماتش ده؟ كسبنا 1-0. النادي الاهلي جوه النادي الاهلي، مصر المقصه بالظبط. ناصر ماهر موجود عندك، مش معنى ان انا بقول له حافظ على زميلك راجع من صليبي وراجع عايز ده ان انت هتسيب الماتش. اه. لا انت حافظ عليه ان ده واحد انا شايفه ان هو لعيب موهوب. ايوه. ايوه. يعني انا والله وجبت ناصر ماهر قلت له يا ناصر العب براحتك ما تخافش ما حدش هيخش عليك جامد. حتى كشري كان واقف معايا كان هو المدير الفني بتاع ال 97 بالاهلي. ايوه. يعني وطلعنا احنا كسبانين 1-0. انا كابتن بعلم الاولاد حته الاخلاق، حته المنافسه الشريفه. ايوه. هتزعل مني يا جماعه، ما دي منافسه الرياضه بتجمع يا كابتن اسلام ما بتفرقش. هو ده اللي احنا بنسعى له دايما يا كابتن عبد الجليل، عشان كده موجود حضرتك موجود معانا ويعني عندك مباراه. انت امبارح اتعادلت اعتقد مع وادي دجله مش كده؟ مع وادي دجله 1-1. اه فيعني كابتن خالد رضا بتاع وادي دجله اتخبط فانا افتكرته يا عيني في ركبته. أيوه. وهو طالع انا فضلت ماشي معاه على الخط اقول له ركبتك؟ قال لي لا الانكل يا كابتن. ودخلت اطمنت عليه بعد الماتش. ده دورنا يا كابتن. هيقولوا لك انت اصلك مفوت الماتش الوادي دجله عشان يتعادل ويطلع من المكان يعني. حقيقه كلام غريب جدا وكلام بس هو كلام ساذج يا كابتن. بس انا لقيت حمله غريبه جدا من امبارح للنهارده على محمد عبد الجليل وعلى النادي الاهلي. هو في ايه؟ وعلى النادي الاهلي وعلى مدربين الاهلي وعلى عماد المحل. على احمد أيوة. سامي. احمد سامي هيبتدي الماتش يعني احمد سامي يعني انا مش فاهم. ولا الكابتن مختار قبل كده ولا كلام يا كابتن ساذج، كلام يضايق. ولكن انا بطلع برد بقول يا ناس في حاجه اسمها شرف. معنى ان انا بقول كده انتوا مش متعودين مدير فني يطلع يقول حافظ على لعيبه الفرقه الثانيه؟ اكيد مش الاهلي، الزمالك، المصري، الاسماعيلي، اي فرقه. واحد طالع بيتريق بيقول لك اصله وطني وعنده قوم. وطني. انا راجل وطني وراجل راجل وطني مش عيب. ايوه صح. يعني احنا نعلم الناس يعني ايه مبادئ ويعني ايه اخلاق ويعني ايه شرف ويعني ايه نزاهه، مش عيب يا كابتن اسلام. وفي نفس الوقت اموت نفسي عشان اكسب. بس انا بقول لك في قناه الاهلي بقول لك انا عايز اكسب النادي الاهلي. الله طبعا حقك يا كابتن 100%. هلعب على المكسب يا كابتن ان شاء الله. بس انا بقول بلعب انما ما اذيش حد، احافظ على زميلي، احافظ على لعيب الفرقه الثانيه. ايوه. لعيبتي مش هتفهم يعني لعيبتي فاهمه الكلام ده. انا لما دايما بقول لهم حافظ على زميلك هو فاهمين الكلام ده. ايوه. اوعى تاذي حد، يلعب على الكوره برجوله، ادي امانه. الناس في ناس بتحور الكلام بطريقه كابتن اسلام. لا احنا عايزين نعود الناس ان المنافسه حلوه، منافسه شريفه، نحب بعض، ما نخونش بعض ابدا. استحالة انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم في التدريب يا كابتن واجي هسيب لي دجله واسيب لي الاهلي. طب انا هعمل اسم امتى؟ لا هو كلام مش منطقي الحقيقه يا كابتن. ولكن وعلى فكره الناس العاقله عارفه ان الكلام ده مش منطقي، ولكن احنا بنكلم
مجموعة مش فاهمة قوي، فبنحاول نفهمهم إن الكرة شرف قبل أي حاجة، الكرة احترام وأخلاق ومبادئ قبل أي شيء آخر. ما عنديش مشكلة إن أنا أكسب. طب أنت لو الفرقة التانية تعبت ولا اتكسر فيها اتنين تلاتة، أي فرقة ما أروح البيت مش مبسوطة كابتن طبعا. نازل ليه لعيب؟ أنا بعلم الأولاد كده بالشرف. دي مدرستك، دي مدرسة عبد الجليل بالظبط. أنا راجل تلقائي، هما مش متعودين واحد يطلع يقول كده، وناس مدربين كتير حافظ على تصريحاتك، قلت لهم ما بحبش أجمل الكلام. أيوه حافظ على تصريحاتك، خليك دبلوماسي. ليه؟ طب ما نبتدي يعني ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، قرب الناس لبعض، قرب الفرق لبعض، بلاش عصب، بلاش غشومية، بلاش بلاش بلاش، اكسب الدوري اكسبه بشرف، نافس نافس بشرف. طب ما أنا امبارح كان ممكن أتعاطف مع دي. طيب مش على حساب اسوان والبنك الاهلي والانتاج؟ حرام ولا حلال ده؟ حرام، وربنا عمره ما هيكرمك ولا هيكرمني ولا هيشرفني ولا هيديلي من اوسع الابواب ان شاء الله. انا بعامل ربنا كابتن اسلام، واللي اتعلمته في النادي الاهلي، واللي اتعلمته في سنتين رحت الزمالك، واللي اتعلمته في المقصه 13 سنه مش محمد عبد الجليل اللي فوق، محمد عبد الجليل اللي ولا النادي الاهلي يرضى بكده ولا يبص في وشي لو انا فكرت كده. مظبوط يا كابتن. بقوله حافظ على زميلك، حافظ على فريق الاهلي، عنده نهائي مش عيب. الزمالك مكانه هقول لو اسماعيلي لو المصري ودايما. وامبارح يا كابتن بس انت لو هتفوت لكل دول يبقى يعني صعب قوي. سلامه بقى، شكرا. والله يا كابتن عموما انا بشكرك، انا اللي بشكرك جدا يا كابتن عبد الجليل، واتمنى لك طبعا التوفيق بعد مباراه الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله، بس انا ان شاء الله هكسب يا كابتن يعني الاهلي اقرب ان شاء الله يا كابتن. انا بشكرك جدا. اوراق وارقام الاهلي، ولكن الكوره مدوره. انا معاك في دي 100% على فكره، انا معاك في دي 100% ان الكوره فيها كل شيء. انا من خلالك لعبت هتلعب بجد، ولعبت هتلعب طبعا قويه، ولعبت هتلعب بس تدوق الاداء طبعا. ده كلام للناس اللي ما بتعرفش لغه التحاور. شكرا يا كابتن. انا اللي بشكرك جدا يا كابتن عبد الجليل على وجودك معانا. زي ما حضراتكم شفتوا هذا هو الفكر. كابتن محمد عبد الجليل داخل قناه النادي الاهلي بيقول انا عايز اكسب الاهلي. طبيعي جدا على فكره ان هو عايز يكسب النادي الاهلي، ولكن كل التصريحات او كل الكلام اللي بيتقال على في موضوع كابتن عبد الجليل من امبارح لغايه النهارده ان هو مباراه ايه اللي هتتفوت، هو النادي الاهلي مستني؟ ما تخلوش بقى الواحد يتكلم كلام يعني ما ينفعش اتكلمه على الشاشه، ما ينفعش اتكلمه على الشاشه. من فضل حضراتكم خلينا نبص لما هو قادم. يعني برضو بالمناسبه، بمناسبه 2014، هو انا لو جيت كده وطلعت ووقفت قدام حضراتكم على الشاشه وقلت لكم يا جمهور الاهلي خلينا نحتفل بدوري 2014 النهارده بعد 7-8 سنين، اقول لجمهور الاهلي ايه؟ يا جمهور الاهلي خلينا نحتفل بدوري 2014 اللي الزمالك خده علشان احنا كان حقنا ان احنا ناخده، وخلينا نحتفل بالدوري ده على السوشيال ميديا وعلى هنا بعد 7-8 سنين. طبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ اولا ما حدش هيصدقني، وما حدش هيبص لي، وما حدش هيتفرج على الشاشه، وبالتالي الناس هتقول اسلام اصله يعني بيقول اي كلام. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه الحقيقه امبارح سمعت، هو نادي القرن ده احنا لسه هنتكلم فيه؟ هو موضوع نادي القرن ده احنا لسه هنقعد نتكلم فيه تاني؟ هو بجد بعد 21 سنة الناس جاية تتكلم عن حق يراد به باطل؟ أي كلام بيتقال وخلاص؟ انتوا بتقولوا أي كلام وخلاص؟ واحنا لسه هنقول لكم الارقام والنقاط ماشي. شكرا يا سمر، شكرا يا حبيبي. هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي في مصر وافريقيا. النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا. بالكلام يا عم اسلام انت عمال تتكلم وتقول اي كلام. لا اهو بالفيديو امام حضراتكم العظيم الاسطوره صالح سليم الله يرحمه رئيس النادي الاهلي بيستلم جائزه نادي القرن في أفريقيا. هل في نادي تاني هو اللي بيستلم الجائزة دي؟ خلينا نسمع. نين معا النادي ورئيسه. أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية.
Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. Honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. هو كابتن صلاح سليم الله يرحمه رئيس النادي الأهلي صح؟ مش رئيس نادي تاني اللي خد البطولة دي. اقعد احسبها أنت مع نفسك، روح مع نفسك واقعد احسبها كده وقول 1+1=2 و2+1=3 واقعد احسب النقاط عشان تعرف ايه الفرق ما بين نادي القرن واي نادي تاني. اقعد احسبها مع نفسك كده وعد واعمل اللي انت عايزه. لكن هو احنا لسه هنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني؟ انا والله يا جماعه انا اسف جدا ان انا بتكلم في هذا الموضوع، ولكن انا استفزني يعني. هل انا ينفع ارجع اقول يا جماعه خلينا نحتفل بدوري 2014 اللي الزمالك خده علشان النادي الاهلي كان احق؟ احق ازاي؟ ما هو الزمالك خده في الوقت ده يعني. ما حدش هيصدقني، كل الناس هتبص عليا كده وتقول اسلام ايه؟ ما حدش هيصدقه. يا جماعه احترموا عقول الناس بقى. خلينا نحترم عقول الناس، مش لمجرد ان حضرتك عايز تعمل فرقعه، عايز تعمل شو اعلامي، عايز تعمل حاجه معينه، عايز تعمل اي شيء. بيفكرني باغنيه الفنان هاني شاكر. هاني شاكر بالمناسبه اكبر زملكاوي. قال ايه؟ عيد ميلاد جرحي انا. يعني انت عايز تعمل عيد ميلاد للجرح بتاعك؟ هو ده كلام؟ على فكره دولاب النادي الاهلي مليان بطولات. دولاب النادي الاهلي كثير من البطولات اللي حضرتك او اي حد في افريقيا او اي حد في مصر ما شافهاش. فمن فضل حضراتكم ما بلاش تزييف الحقائق. من فضل حضراتكم احنا عايزين نتكلم دائما على الترند الايجابي، مش عايزين نتكلم فلان رد على فلان وفلان عمل مع فلان وفلان بيضحك على فلان. الكلام ده حضراتكم عايزين ننساه شويه، وعايزين نتجه دائما الى الشيء الايجابي اللي احنا نقدر من خلاله نعمل مجتمع جديد، مجتمع ينبض التعصب. كتير بيقول لي او بعض الناس تيجي تقول لي يا اسلام ما هو انا لازم يا جماعه بناء على المكان اللي انا فيه ده لازم ارد على بعض الاكاذيب الواضحه. الاكاذيب الواضحه، انا هنا ما بغلطش بالمناسبه، ولكن الاكاذيب الواضحه ليه اكاذيب واضحه؟ لان انا حضرتك النادي الاهلي عنده ميثاق، عنده ورقه كده بتقول ان هو نادي القرن في افريقيا. مش الورقه دي مش من جيبي، الورقه دي مش من جيبي، الورقه دي الاتحاد الافريقي، الاتحاد اللي هو بيدير كره القدم في افريقيا هو اللي طلعها، مش من وزاره التموين، من الاتحاد الافريقي، مش من حته تانية. فالموضوع يا جماعه بجد اصبح، وانا مش هتكلم في الموضوع ده تاني، مش هتكلم في الموضوع ده تاني لانه، ولكن لبعض من لا يشجع النادي الاهلي من فضل حضراتكم ما تمشوش ورا تزييف الحقائق. اعرفوا التاريخ صح وشوفوا التاريخ ماشي ازاي، هتعرفوا ان الاهلي الافضل في كل شيء، مش بالكلام ولكن بالارقام. بالارقام 1+1=2، اذا النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا. فمش عارف اتكلم في الموضوع ده تاني، وانا الحقيقه ببقى مكسوف وانا بتكلم في الموضوع ده والله. بعد 21 سنه جاي تتكلم في الموضوع ده؟ عموما احتفلوا على هنا، احتفلوا هنا، احتفلوا هنا، ولكن النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا وهو كبير افريقيا. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع ناخد اخبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح لبعض اخبار النادي الاهلي عشان نستقبل نجم حلقه اليوم، النجم الكبير كابتن محمد يوسف. ان شاء الله هيكون ضيفي في الجزء القادم من هذه الحلقه. الاهلي بيحصل على تاكيدات باحقيته في تحصيل مستحقاته لدى نادي ستوك سيتي الانجليزي. زي ما حضراتكم عارفين رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي السابق كان متواجد او احترف في نادي ستوك سيتي خلال الفتره السابقه من خلال النادي الاهلي، ونادي الاهلي بقيه مستحقاته هياخدها من نادي ستوك سيتي. والمحامي الانجليزي اكد للنادي الاهلي على قوه موقفه
فيما يخص مستحقاته لدى نادي ستوك سيتي والتي تقدر ب 2.5 مليون دولار من صفقة رمضان صبحي، وأنه سيتم الحصول عليها قريبا. طبعا النادي الأهلي دائما ما بيسيبش حقوقه عند حد، إذا شاف إن هو عنده حق معين في مكان معين بيقوم محامي، أو عنده الإدارة القانونية اللي بيستخدمها في إن هو يكون عنده محامي قوي حتى لو خارج مصر. فعشان كده النادي الأهلي استعان بمحامي إنجليزي في موضوع رمضان صبحي واحترافه في ستوك سيتي. 2.5 مليون دولار الحقيقة مبلغ كبير، يقدر النادي الأهلي يغير فيه حاجات كتيرة خلال الفترة القادمة. إن شاء الله النادي الأهلي بات قريبا من الحصول على باقي مستحقاته المالية حسب تأكيدات المحامي الإنجليزي. أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي بيجتمع غدا لمناقشة بعض الملفات الهامة، وزي ما حضراتكم عارفين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب هيعقد اجتماع ظهر غد الأربع بمقر النادي في الجزيرة لمناقشة بعض الملفات الهامة. من المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، والذي يستعد لخوض مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال. كما يناقش المجلس تشكيل قطاع الناشئين بعد اجتماعه خلال الساعات الأخيرة مع تشيكي ميشيل بروكيتش وكابتن خالد بيبو من أجل تطويره بالفترة المقبلة. طبعا إن شاء الله بعثة فريق النادي الأهلي ستسافر إلى المغرب يوم 13 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز. كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي. الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي خلال 3.5 سنوات، وزي ما حضراتكم دايما بتشوفوا في قناة النادي الأهلي، قناتكم دائما بتشوفوا الإنجازات اللي عاملها مجلس إدارة النادي الأهلي. عاملين إنجازات الحقيقة بعيدا عن كرة القدم بقى وبعيدا عن الألعاب. بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية، تعال اتفرج على اللي بيحصل في الشيخ زايد، في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، اتفرج على اللي بيحصل في مقر النادي الأهلي في الجزيرة المقر الرئيسي، اتفرج على اللي بيحصل في الجراج الكبير اللي بيتعمل هناك في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، اللي بيحصل في التجمع الخامس هنوري حضراتكم خلال الأيام القادمة. هو التجمع الخامس النادي الأهلي بدأ يبني فيه حاجات كتيرة جدا جدا، وخلال فترة هنقول لحضراتكم امتى النادي الأهلي هيعلن عن افتتاح مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. وبالتالي كل الأمور اللي وعد بيها مجلس إدارة النادي الأهلي على ما أتذكر الحقيقة في عائلة الأهلي اللي كان السلوجان اللي بيتكلم عنه كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته، أعتقد أن مش هقول 100% ولكن 95% من كل الأمور اللي اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته أعتقد أن تم الوفاء بيها بنسب كبيرة جدا جدا. هيبان إزاي هنوري حضراتكم بقى خلال الفترة القادمة قد إيه ان مجلس اداره النادي الاهلي عنده في الكوره كذا، وعنده في الهاندبول كذا، وعنده في السله، وعنده في الطايره، وعنده مشاكل هنا ومشاكل هنا، وبيحل هنا وبيحل هنا وبيحل هنا، ولكن لا ينسى اعضاء جمعيته العموميه لانهم هم الاساس في كل شيء. بيروح لهم هنا وبيعمل لهم هنا وبيبني لهم النادي في التجمع الخامس. عندهم مشاكل في بعض الامور الانشائيه في الشيخ زايد اتعملت وتعادت من الاول وجديد. اللي بيحصل دلوقتي في مقر الجزيره حاجات عالميه هتشوفوها خلال الفتره اللي جايه. اللي بيحصل في مقر مدينه نصر حاجات رائعه تهم الجمعيه العموميه، لانه في النهايه هي بتهم جمهور النادي الاهلي الحقيقه كله 70 80 مليون، مش الجمعيه العموميه بس، لان النادي الاهلي بقيمته الكبيره جدا لازم يبقى كده، لازم يبقى فيه كل حاجه حلوه، لازم تبقى الكراسي كويسه، لازم تبقى كل حاجه فيه كويسه. وهو ده اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي. ربنا يوفقهم في الثلاث اربع شهور القادمه ان شاء الله عشان يكملوا اللي وعدوا بيه كل جمهور النادي الاهلي. مسحه طبيه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني قبل انطلاق التدريبات. خلاص اصبح هذا الخبر هو خبر عادي ودايما بنشوفه قبل كل التدريبات زي ما حضراتكم شايفين بكم. خلاص الموضوع بقى انا نفسي تجيبوا لي اجاييه كلها، يعني كلها تجيبوا لي اجاييه علشان اجاييه بيبقى ليه دايما كده رد فعل لطيف قوي. طبعا علي لطفي وبقيه اللاعبين والمسحه الطبيه، وان شاء الله يبان بكره ايه موضوع المسحه وايه اللي حصل في المسحه الطبيه. برضه زي ما كل اسبوع بقول لحضراتكم مران في الاهلي موسيماني بيحاضر اللاعبين محاضره فنيه قبل المران علشان يتكلم فيها على كل ما يخص مباراه يوم الخميس القادم.
مباراة مهمة جدا. نادي الأهلي عايز يستكمل سلسلة انتصاراته اللي بدأت في مباراة سموحة، تعادل غريب الحقيقة مع نادي بيراميدز، ولكن رجع المارد مرة أخرى وعاد لانتصاراته عن طريق سموحة وفاز برباعية مقابل لا شيء. طبعا الكل ينتظر مباراة يوم الخميس القادم مع المقاولون العرب، وهي مباراة هامة، ومن بعدها مصر المقصة. محمد محمود بيشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية. الحمد لله على السلامة محمد، الحقيقة ربنا يكرمه الفترة اللي جاية، لأنه واحد من اللاعبين الجيدين جدا، لسه ما ظهرش لجمهور النادي الأهلي، ولكن الكل متفائل بعودته. ربنا يكرمه الفترة اللي جاية ويبقى متواجد دائما مع الفريق، لأن محمد محمود واحد من اللاعبين الكويسين جدا 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 اللي ممكن يعتمد عليهم النادي الأهلي خلال الفترات القادمة. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب. تقرير وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد هذا الفاصل نلتقي بنجم حلقة اليوم، النجم الكبير كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف هيكون نجمنا في البيت الكبير. كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها ابعتوها لنا، وإحنا هناخد كل الأسئلة اللي حضراتكم دايما بتبعتوها للنجم اللي بيكون معانا إن شاء الله بعد هذا التقرير عن استئناف النادي الأهلي لتدريباته لاستعدادا لمباراة المقاولون العرب. فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير والمدرب القدير كابتن محمد يوسف في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الحلقه، نجم الكبير والمدرب القدير كابتن محمد يوسف. ازيك كابتن محمد؟ كابتن اسلام ازيك؟ حضرتك ايه؟ الله يخليك، انا سعيد معاك والله، سعيد ان انا اكون معاك النهارده، وطبعا يعني في قناتي ومكاني طبعاً المفضل طبعا قناه النادي الاهلي، ولما اكون بقى طبعا مع اعلامي مميز زيك دي حاجه بتبقى جميله يعني بصراحة. ربنا يخليك يا كابتن، ويعني دايما بنستمتع بوجودك معانا، وشرف لينا ان حضرتك تكون موجود معانا دايما. ربنا يخليك، ربنا يخليك، منور يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. طبعا انا مبسوط جدا وسعيد جدا بالتقرير، وفي نفس الوقت لازم اذكر طبعا اشكر السمير طبعا عاشور وكل الاستاف بقى بتاعك، هشام وعمر وحاتم طبعا الشربيني ما شاء الله عليهم، ويعني دي حاجه انا متوقعها ان اكون في بيتي وقناه الاهلي. محمد والله الواحد بيفخر والله، وبيحس ان هو فعلا سعيد انه متواجد في هذا المكان. يعني كابتن محمد، الفتره عندنا مفاجات كتير النهارده بالمناسبه هنتكلم عنها، ولكن الفتره اللي فاتت، وخليني ابدا بنهايه التقرير. التقرير اتكلم عن تجربتك مع نادي البنك الاهلي، وهي اخر تجربه للكابتن محمد يوسف. هل بتعتبرها تجربه ناجحه، تجربه لم تنجح؟ شايفها ازاي، خصوصا في ظل ان كانت البدايات بتقول ان الشكل العام ان الفريق هينجح؟ بص، طبعا تجربه البنك الاهلي فيها فوائد كتيره جدا بالنسبه لي، وطبعا لما خطها طبعا كان انت عارف الشغل بره النادي الاهلي بيختلف شويه عن الشغل جوه النادي الاهلي. انت بتعمل حاجات كتيره جدا في غير اختصاصك، لكن لما قعدت مع المسؤولين في البنك الاهلي وفي النادي، فكان يعني اول حاجه سالتهم قلت لهم احنا هدفكم ايه، او يعني ايه اللي انتوا بتهدفوا ليه، فكان كلامهم ان هو البقاء في الدوري الممتاز يعني. فبدانا طبعا انا حطيت التوقعات بتاعتي وحطيت الشغل بتاعي كله على ان انا اتواجد في منتصف الجدول، مش ابقى على البقاء، لان انت عارف برضو الكوره لازم تامن نفسك، لازم تبقى طبعا شغال على حاجه اعلى من اللي انت بتهدف اليه يعني. النقطه طبعا احنا كنا ماشيين بشكل الى حد ما كويس، لكن ما كانش فيه توفيق يعني. النهارده يعني لما بتيجي تشوف التجربه، انا البنك الاهلي لعب 26 مباراه حتى الان، حتى اللحظه اللي انا قاعد معاك فيها دي. انا لما بدات مع البنك الاهلي لعبت 13 مباراه، 13 مباراه لعبتهم في شهرين. من احد حاجات العدم التوفيق ان انا عملت فتره اعداد يعتبر يعني سريعه جدا، ما قدرتش طبعا. انا كنت متعاقد مع لاعبين الحمد لله اخترتهم بعنايه كبيره جدا، واخترتهم بعد دراسه يعني دقيقه جدا، لكن ما لحقناش نعمل فتره اعداد. احنا لعبنا كل اللي لعبناهم فتره اعداد 3 او 4 مباريات وديه في 10 ايام في معسكر في اسماعيليه، وبعد كده دخلنا على المباريات. جالي لعيبه متاخر جدا زي معروف يوسف، زي زنفولي الجون، يعني جالي لعيبه متاخره جدا دخلوا معانا، لدرجه ان انا بعد ماتشين ثلاثه وانا في الدوري
كنت بجرب لسه، كنت بجرب واركب باك رايت مع هاف رايت، باك ليفت مع هاف ليفت وهكذا يعني. فلعبت 13 مباراه في شهرين، في حين ان البنك الاهلي لعب 13 مباراه تانيين في 4 أشهر ونص يعني حاليا الكابتن خالد جلال طبعا ده مش اي يعني، ما بقللش من مجهوده، بالعكس عامل مجهود كويس جدا وعامل وبذل مجهود كبير، لكن اوقات بيبقى فيه عوامل بره الكوره اسلام طبعا. بيبقى فيها توفيق لمدرب وعدم توفيق لمدرب. النهارده لما البنك بيلعب 13 مباراه في 4 أشهر ونص يعني اكتر من ضعف الوقت اللي انا لعبت فيه 13 مباراه، فطبعا عندك فرصه لعلاج المصابين، عندك فرصه لتصليح الاخطاء، عندك فرصه لالتقاط الانفاس، عندك حاجات كتيره جدا لما بيبقى فارق زمني بين المباريات. فطبعا التجربه فيها نقاط انا استفدت منها بشكل كبير جدا، كتبتها عندي طبعا خبره وخبره ليا، وفي نفس الوقت كمان فيها ايجابيات. انا عملت ريكوردز مع البنك الاهلي، اعتقد انه يعني في مباراه في فرق صاعده ما تقدرش تعمله. انا تعادلت مع 5 فرق كبيره، ايوه يعني تعادلت مع الاهلي، تعادلت مع بيراميدز، اتعادلت مع المصري في برج العرب، اتعادلت مع اسماعيلي في اسماعيليه يعني، فاهم قصدي؟ فتعادلت مع سموحه في سموحه 2-2، وكان سموحه من الفرق المقدمه في الوقت ده يعني. بس فطبعا كان في تعادلات كتيره كنت اتمنى ان هي تبقى احسن من كده، لكن طبعا خدت منها دروس كويسه جدا على المستوى الشخصي، وفي نفس الوقت بينت لي قوي التوفيق وعدم التوفيق للمدرب. في نسبه يعني، اوعى تكون، وانت اكيد طبعا اكيد ادرى مني، احنا كلاعيبه زي المدرب، المدرب بيلعب كل مباراه زي اللاعب ما بينزل يلعب كل مباراه، فممكن يوفق. النهارده اسلام موفق قوي، الاوفر شغال والكره ماشيه. واوقات تبقى نازل وعامل تيجي تعمل، الله يا جماعه ما انا بعمل الاوفر، تبص لي على الارض، الله هو في ايه يعني، فاهم قصدي؟ فنفس الكلام مع المدربين او المدربين طبعا الفنين. طبعا المدرب كل مباراه قصه مختلفه، حكايه جديده ممكن يوفق فيها وممكن لا. فاكر 2014 يا كابتن، عشان كنت بس بستشهد بالموضوع ده من شويه. في 2014 لما كنت المدير الفني لنادي سموحه وتعادلت في المباراه الاخيره مع النادي الاهلي، مظبوط ونادي الزمالك خد بطوله الدوري، فاز بالدوري ساعتها، فاز بالدوري قبل حتى ما يلعب المباراه الاخيره ليه اللي هي امام الجيش. مظبوط انا بتكلم في النقطه دي لان امبارح الحقيقه كابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر المقاصه طلع قال يعني انا بقولت لعيبتي هحاول يحاولوا يحافظوا على لعيبه النادي الاهلي، وبالتالي هو من امبارح لغايه النهارده متقطع ان هو هيفوت اتقال كده، هيفوت مباراه النادي الاهلي مع مصر المقاصه. فانا اخذت لحضرتك اللي انت عملته في 2014 كدليل. حضرتك بتحب النادي الاهلي طبعا، بتعشق طبعاً النادي الاهلي، ولكن لما بتلعب النادي الاهلي اتعلمت في النادي الاهلي ايه؟ ما اللي انا عايز اقوله يا اسلام، اول حاجه كده بادئ زي بدء، النادي الاهلي اكبر من انه يستنى من محمد يوسف او محمد عبد الجليل من أي حد، او اي مدرب من ولاده، انه يحصل تواطؤ او يحصل حاجه عشان يديله نقطتين او يديله 3 نقاط او الكلام ده كله. النادي الاهلي كبير، والنادي الاهلي كسب بطولات من غير ما كان يقابل احد ابنائه وهو ماسك فريق تاني، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان احنا اتعلمنا في النادي الاهلي ان احنا لما نشتغل بره النادي الاهلي احنا بنقدم صوره عن اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، لان هو الراجل هو النهارده لما بيجي يجيبك اداره تشتغل معاك وبتشوفك انت بتتصرف ازاي، بتشوفك انت بتاخد قرارات ازاي، بتشوفك انت المواقف المختلفه انت بتشتغل فيها ازاي، وفكرك ايه، كل ده احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. ايوه، واتعلمنا ازاي ناخد قرارات تربويه، ازاي بناخد قرارات في مواقف مختلفه كتير، انت عارف فريق الكوره فريق ليه تفاصيل كتير. فما تعلمناه في النادي الاهلي ان حتى وانت بتلعب قدام بيتك قدام فرقتك لابد انك تلعب بشرف، ولابد ان يبقى عندك، لانه في النهايه دي رياضه. انا مش عايز اقول لك الناس زعلانه مني جدا لما انا تعادلت مع الاهلي وانا كنت ماسك البنك الاهلي، تعادلنا 0-0. فناس كتير قوي قال لك انت ضيعت علينا فرصتين يعني دي احد اللقاءات او اللقطات طبعا من المباراه، ده الاهلي والبنك الاهلي دول الاول. فكان ناس كتيره جدا يعني بتتكلم على ان يا جماعه
احنا انتوا طالبين من يعني في كله طبعا بتقول ايه انت ضيعت علينا نقطتين وكده، لكن الاغلبيه عندها الوعي من الجمهور ان يا جماعه لا، هو 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 مش معنى انه ابن من ابناء النادي الاهلي انه ينزل يفوت او يحط تشكيل غلط مثلا او ما يحطش احسن تشكيل عنده او 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 او. فالنادي الاهلي عظيم بمبادئه بدروسه بـ 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 بالخبرات اللي بيديها لاولاده. ما تعلمناش خالص ابدا في النادي الاهلي ان انت مثلا تسيب مباراه او انك تتساهل، لان رقم واحد النادي الاهلي مش محتاج كده، ورقم اتنين اللي تعلمناه مختلف عن كده. فطبعا لا عبد الجليل ولا اي مدرب يعني اتصور او اؤكد ان هو ان يبقى يعني ان النادي الاهلي هذا الموضوع. طبعا خالص. يعني برضو اتقال على احمد سامي يا عيني برضو نفس الكلام. احمد سامي بعد بقى المباراه ان هو مش عارف. طب ما احمد سامي كسب الاهلي 2 في المباراه بتاع الدور الاول ازاي بقى؟ ما هو الناس بتنسى اللي عمله. الكلام ده دلوقتي ايضا بيتقال 100% على عماد النحاس في المدير الفني للمقاولين العرب في المباراه القادمه. احنا عايزين بقى نرتقي بالفكر، لازم يرتقي الفكره يا كابتن اسلام، لازم يرتقي، ولازم يبقى فيه يعني ثقافه شويه فيما يكتب. احنا دلوقتي خلي بالك الوسائل بقت كتيره جدا بالزبط. واللي عايز يقول حاجه بيقولها. لازم يكون عندنا وعي، ولازم يكون عندنا نوع من الثقافه والتفكير قبل ما نكتب حاجه، او قبل ما نقعد نتناقل في كل اخبار. في اخبار كتيره جدا بتبقى طالعه الواحد بيبص لها كده ويقعد يضحك، يعني خصوصا الحاجات اللي بتمس السمعه او الشرف او الحاجات دي مهمه جدا. ما ينفعش الواحد النهارده، انا كنت بتكلم كنت متنرفز شويه لانه حاجات بتمس السمعه او الشرف دي بتبقى صعبه جدا. لا وعبد الجليل في تجربه لسه جديده يعني، لا يعني أول لسه مرة متولي يمسك. متولي مسؤوليه نادي المقاصه. بتمنى له طبعا التوفيق من خلالك طبعا ومن خلال قناه النادي الاهلي. وعبد الجليل احد اللاعبين الموهوبين من اولاد النادي الاهلي، وعبد الجليل يعني كان من المواهب الفذه في 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 في, في النادي الاهلي، وطلع معانا يعني كنا طالعين في التسعينات كلنا مجموعه جامده جدا. فكان لاعب ممتاز جدا وبتمنى له التوفيق. لكن في نفس الوقت تاني تجربه هيقابل النادي الاهلي طبعا، مباراه قويه ومباراه تقيله من العيار التقيل يعني. لكن عمره ما كان يقصد، او عمره ما كان اي مدرب يقصد، بالعكس ده هو ممكن يكون عايز ينجح عشان يعبر عن نفسه ويوري ناديه ان انا كادر كويس وان انا استحق يعني. فاهم قصدي ازاي؟ عنده مدرسته ان هو حافظ بس عايز اكسب. مظبوط. ايه المشكله؟ مزبوط. ما انا ما عندي يعني. هل معنى كده كريم حسن شحاته مدير الكره في نادي البنك الاهلي قال مثلا لو ربنا كرم النادي الاهلي في البطوله الافريقيه هو اول مباراه هيلعبها النادي الاهلي لما يرجع بعد البنك الاهلي هنعمل له ممر شرفي وبتاع. وكريم حسن شحاته معروف انتمائه وميوله الاهلاويه الزملكاويه انا اسف. فهل هل ده معناه ان كريم مثلا مش زملكاوي مثلا يعني؟ ولا هو احترام وادب هو ارتقاء 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 بالفكر ان احنا في النهايه دي كوره. ايوه النهايه دي كوره ودي رياضه، واحنا من خلال الكوره ومن خلال الرياضه ومن خلال المباريات ومن خلال المواقف دي احنا بنوصل رساله للجمهور. أيوة. بنوصل رساله للناشئ اولادنا، بنوصل رساله للشباب. انما اللي بيحدث واللي بيكتب والاتهامات اللي بتبقى على الـ على الـ على الوسائل وعلى الملأ. على الملأ كده بدون اي يعني ادله وبدون اي اثباتات، انا شايف ان دي بصراحه حاجه من العيوب اللي موجوده يعني. قبل ما انتقل الى مباريات الدوري، شفت مباريات الاهلي او مباراتي الاهلي امام الترجي ذهابا وايابا ازاي؟ لا شفتهم طبعا بفكر يعني بوجهتين نظر مختلفين شويه. وجهه تمس النادي الاهلي وحته تخص الترجي. الحته اللي تخص النادي الاهلي، النادي الاهلي كان مركز قوي. موسيماني عمل حاجة يعني إلى حد ما أنا شايفها كان فيها مخاطرة، إنه إدى أجازة قبل المباراة الأولانية لو تفتكر، إدى 6 أيام. دي عملت له نوع من الراحة وفوقت اللعيبة، لأنه كان مضغوط قبلها في مباريات، وطلع من ميلودي سان داونز من جنوب أفريقيا قطر. لعب سوبر في قطر ثم بعد ذلك رجع يعني الضغط الفترة الضغط دي. فلما لقى فرصة إنه يدي 5 6 أيام راحة، دول فعلا فرقوا في المعدلات البدنيه والاجهاد وكل ما
يعني كان حوالين الفرقه من السفر وضغط المباريات على فكره كمان قدر انه يعمل الجيم ده. وفي توفيق طبعا في توفيق في القرار ده. وبصراحه ماتشين الترجي اروع ما يكون. يعني انا افتكر مباراه هناك كمان كان ممكن نعمل سكور كبير جدا يعني لكن النهارده في 2021 الاهلي بيكسب الترجي رايح جاي. ايوه وده يعني تاخدك لمكان تاني وريكوردز تاني ان انت بتتربع على عرش افريقيا. فانا شايف انه 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 الحته دي او المباراتين دول بشكل اساسي فعلا نقلوا النادي الاهلي نقله تانية. النقطه اللي واخدها برضو تكمله لما حدث هو جزء على نادي الترجي شويه. فيه نادي الترجي معين الشعباني مش هيكمل ومعروف من رئيس نادي الترجي اللي هو حمدي المؤدب ان هو مش هيكمل مع معين الشعباني. هنا عملت نوع شويه من عدم الاستقرار في الفريق. أوكي. يمكن انا يعني شويه عندي معلومات دقيقه شويه عن الترجي فبحكم ان هو بطل تونس وهو اقوى فريق في تونس وهو دايما اللي بيلعب في بطوله افريقيا على طول وبيتواجد في بطوله افريقيا. دي عملت نوع من عدم الاستقرار. فانت عارف برضو اوحش حاجه ان انت تلعب في فريق ويكون انت عارف المدير الفني بتاعه مش مستمر. فعملت نوع من ما حدث في المباراه من الجمهور لو تفتكر وتاخر المباراه وان يحصل ضرب بالشكل ده كله عدم تحكم في الجمهور وعدم يعني عايز اقول ايه استقرار الوضع هناك في الترجي حتى بالنسبه لجمهوره. ايوه كل ده كان من العوامل الايجابيه للنادي الاهلي ومن ولاعيبه النادي الاهلي. هم حاولوا يعملوا حاجه زي 2018 بس بطريقه مختلفه جت باثار عكسيه على فريق الترجي. أيوة. في المباراه اللي هناك وهي دي ادت جزء كبير قوي من التاهل وسهلت بشكل كبير قوي على مباراه العوده. لكن الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي درس الترجي بشكل كويس. لعيبه النادي الاهلي مركزه جدا عندها الاصرار انها تضيف البطوله الثانيه على التوالي والعاشره للنادي الاهلي. ودايما النادي الاهلي بيقيس بطولاته يعني النادي الاهلي ما شاء الله دايما بيقيس بطولاته او مقياسه هو بطوله افريقيا. يعني بيبقى عينه على بطوله افريقيا عايز يقيس نفسه انا فين من بطوله افريقيا. فدي حاجه بتخليه يعني حته مختلفه. يعني في فرق تانية طموحها انها تاخد دوري. دوري المصري. الاهلي مش باصص حته الدوري. طبعا بيركز وبطوله مهمه جدا وبطوله بيحارب عليها لان نادي جمهور يعني بطوله محببه لجمهور النادي الاهلي. لكن طموحه باصص على افريقيا كاس عالم انديه الحاجات اللي هي ما بيقدرش او يعني بتميزه في افريقيا وعالميا. تمام هنكمل كلامنا مع كابتن محمد يوسف ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم مع كابتن محمد يوسف على تعادل بيراميدز ومع النادي الاهلي ثم فوز النادي الاهلي 4-0 والاستعداد للمباراه القادمه مباراه المقاولين العرب بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن يوسف الاهلي قفل الملف الافريقي وانتقل الى ملف الدوري العام. تعادل مثير في مباراه بيراميدز ثم رجوع مره اخرى والفوز على نادي سموحه برباعيه واستعداد بقى لمباراه المقاولين العرب. شايف الوضع كده ازاي؟ بص يا كابتن اسلام طبعا قبل بس عايز خطوه قبل ما نقفل الدوري او الملف الافريقي. عايز الراي العام كله وطبعا قناة الأهلي على رأس الإعلام المصري في حتة أني لابد من عدم تهوين أو أن احنا نهون أو نسهل أو نستهون بمباراة كايزر تشيفز. فرق جنوب أفريقيا فرق قوية فرق بتعرف تلعب وفي نفس الوقت أنك تستهتر بفريق أو تستسهل مش عايز أقول تستهتر بس تستسهل نهائي أفريقيا دي حاجة خطر جدا جدا جدا. فأنا من خلالك طبعا وخلال شاشة النادي الأهلي بتمنى إن احنا ده عشان بس نقفل الملف الأفريقي نحترم جدا قوي المباراة بتاعت يوم 17 دي عشان يوصل للاعبين يوصل للمنظومة كلها إن المباراة دي 90 دقيقة في المغرب بس مش سهلة وإن النادي الأهلي عنده حلم وعنده هدف كبير جدا إنه يجيب البطولة العاشرة ويجمع بطولتين متتاليتين إن شاء الله. مباراة سموحة طبعا
النادي الاهلي بعد تعادله مع بيراميدز، ولو خدناها كده سريعا في بيراميدز التعادل، يعني انا شايف انه كنا ممكن تبقى البدايه احسن من كده، بدايه المباراه احنا كنا ممكن ناخد مباراه بيراميدز من الشوط الاول، لكن هو شويه حصل يعني موسيماني في المباراه دي لعب ثلاثه وسط ملعب، لعب رامي وبدر بنون، وطبعا كان عنده اكرم توفيق في اليمين وعلي معلوف في الشمال. شويه انا ليا وجهه نظر ليه لعب بثلاثه، لانه لعب برامي ورا وبدر بنون، شايف يعني طبعا دي اراء مختلفه يعني، طبعا مع احترامي الراي هو اللي بيتولى المسؤوليه، لكن بدر ورامي غير بدر وايمن غير بدر وياسر ابراهيم في الحته اللي في القلب، كل ما تحط لعيب كوره ومعاه حد دفاعيا قوي بتامنك شويه. ممكن العب مع فرق شويه اقل من بيراميدز باتنين لعيبه كوره عادي من ورا مفيش مشكله، بس مع بيراميدز مع زمالك في فرق عندها الخطوط الاماميه بتاعتها فيها قوه شويه، فلازم تبقى انت مامن نفسك، فدي خلت شويه ان موسيماني يبدا يحط الثلاثه حمدي فتحي سوليا واليو ديانج في وسط الملعب، لان هو عارف ان الحته اللي ورا شويه ما هياش اقوى حاجه. جت على حساب مين؟ جت على حساب واحد يعتبر هو الكي بلاير بتاع النادي الاهلي دلوقتي اللي هو قفشه. لما ظبط ده الشوط الثاني خلاص الدنيا اتغيرت خالص. اعتقد انه انه انه, إنه بالاناليسيس طبعا هو معاه طبعا التيم بتاعه بتاع الاناليسيس هيحللوا الحته دي بشكل مظبوط قوي، ان احنا في ماتشات كتيره جدا مش محتاجين ثلاثه في نص الملعب. ايوه في سبيل ان انت تسيب مفتاح قدام زي قفشه مع طاهر مع حسين مع كهربا، العناصر اللي قدام محمد شريف يقدروا يخلصوا لك المباراه. ايوه ودي يمكن اخرت شويه اخرتنا في مباراه بيراميدز. مباراه سموحه تدرك الحته دي وكلنا شفنا لعب باتنين بس وقعد، وقفشه طبعا ظبط الدنيا بمعنى اصح. ياسر ابراهيم بدا، ايمن اشرف لانه بدر كان موقوف، فدي ظبطت الدنيا. طبعا النادي الاهلي فريق مميز وفريق عنده عناصر كبيره جدا، عنده عناصر مميزه في الخبرات بتاعتها وفي الجانب التكتيكي والمهاري، قدروا يستغلوا طبعا عدم تركيز سموحه. هم ضاغطين، كان في ضغط، كان في عايز اقول يعني محاولات هجوميه من النادي الاهلي، الى ان خمس دقائق مع النادي الاهلي طبعا لابد ان كل فرق الدوري تبقى عارفه كويس قوي، انه حتى المدربين انا متاكد المدربين دايما يقولوا للفرق اوعى تامن للنادي الاهلي، يعني صح. حتى لو انت خسران او لو كسبان او متعادل يعني. ما تامنش، لان النادي الاهلي ما بيستناش لغايه الايه الصفاره لغايه النهايه بمعنى اصح. فالمباراه دي بصراحه النادي الاهلي عمل فيها مباراه كبيره، فيها مكاسب كبيره. فيها مكاسب كبيره جدا. انا شايف من احد هذه المكاسب طبعا ان حسين الشحات احرز، فدي برضو بتدي له ثقه. علي معلول رجع للاسيستات الجميله بتاعته، كان بقاله فتره طبعا الاصابه ورجع، دي حاجه من الحاجات يعني. شوف الهدف الثاني اللي جاب محمد شريف وجاي قاطع له على القريبه عشان يحطها ببطن رجله، علي معلول دي حاجاته، الحاجات اللي هو بيخش بيها جوه في الست ارض. وقفشه برضه باص رائع. وقفشه طبعا قفشه بص بيعيش احلى فترات حياته مع النادي الاهلي، بيطلع كوره بدون بيستمتع باللعب. يعني انت تشعر وهو بيلعب انه في استمتاع بالاداء. محمد شريف بياكد اهدافه وبياكد ان هو راس حربه مميز، عنده عنده حاجتين مهمين جدا يا اسلام. ايوه واحنا كنا بنلعب سردباكات، فكنا يعني عارفين الراس حربه للخطر عنده السرعه، ودي حاجه من الحاجات اللي عايز اقول ايه يعني بتميز الراس حربه، السرعه، عنصر السرعه. غلسه بالنسبه لل طبعا بالمدافع. ليه؟ لان المدافع لما بيلعب عليه مهاجم سريع لو وقف نص خطوه غلط خلاص انت اوت اوف بوزيشن، صح، خلاص بعت نفسك، صح. انما لما بيكون المهاجم مش سريع قوي حتى لو انت وقفت غلط بتقدر بالسبرنت تجيبه، فاهم قصدي؟ ورقم اتنين وبيعرف يجيب جون. يعني بيعرف يجيب جون، بيعرف يتحرك الكره، التحرك اللي عامله مع علي معلول، يعني شوف الدبل باس وراح نازل لعلي معلول وجاله على القريبه قبل ما مدافع سموحه يتزحلق وراح حاططها ببطن رجله، فدي طبعا مهاره كويسه جدا حته التحرك جوه ال 18. انما النادي الاهلي عمل بصراحه مباراه جميله جدا، مباراه فيها يعني عوده ثقه لجمهور النادي الاهلي و
بيقول للجمهور احنا ماشيين في التراك بتاعنا. الاهلي عنده ماتشات متاخره بيلعبها بكثافه عاليه جدا كل 3 ايام، ادينا شايفين لعب مع سموحه، بعد كده المقاولين، بعد كده يعني المباريات ورا بعضها. فدي طبعا هتخلي موسيماني ان هو يعني لابد انه يفكر في التدوير، والا لانه ده اللي كنت هسالك عنه يومين ثلاثه بالنسبه لمباراه المقاولين العرب، كيفيه الاستعداد. النادي الاهلي رجع النهارده بيتمرنوا، بكره هيتمرنوا تمرينه خفيفه ويخش معسكر وننتظر مباراه يوم الخميس ان شاء الله. كيف يواجه موسيماني عماد النحاس في هذه المباراه؟ بص طبعا المقاولين السنه دي مش زي السنه اللي فاتت، يعني كلنا عارفين دي حاجه ما تقللش من كابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس مدرب محترم جدا ومدرب عنده قدرات عاليه جدا، لكن في ظروف يعني كلنا في التدريب عارفين في ظروف بتبقى خارجه عن اراده المدرب، في ظروف بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق. لكن يبقى المقاولين هيلعب طبعا بروح عاليه جدا قدام الاهلي، هيحاول. كلنا عارفين طبعا المباراه بتاعت الدور الاول لما حصل ان الاهلي المقاولين كان كسبان 2 ثم بعد ذلك رجع الاهلي وتعادل وكسب، الاهلي كسب 3-2. فيبقى المقاولين فريق محترم طبعا بيلعب مباريات قدام النادي الاهلي. كل الفرق بتيجي قدام النادي الاهلي بصراحه يعني عايز اقول لك التركيز بيعلى، الروح بتعلى، ودي ضريبه الاهلي، ضريبه البطل يعني. لكن الاهلي انا شايف موسيماني طبعا لازم يبقى شايف لعيبته كويس قوي، عنده الجهاز بتاعه طبعا المعاون، هل هيريح حد؟ هل عنده مراكز عايز يغير يعني يدور فيها؟ التدوير مهم جدا انه يفكر في التدوير ويشوف مبارياته، لازم يشوف الجدول كله، انا عندي المباريات عشان هريح مين في مباراه ايه؟ وهلعب بمين في مباراه ايه؟ دي مهمه جدا عشان ما يوصلش لاجهاد رقم واحد او اصابه بمعنى اصح، الاجهاد هيسبب اصابه، ورقم اتنين انه يعمل نتائج ايجابيه عشان النقاط المتاخره. عنده ورق، عنده ورق كويس قوي يقدر يغير ويقدر يبدل فيه في كل مركز. يقدر يعمل كده الماتش اللي جاي؟ يقدر طبعا، لكن هو ادرى مين هو بقى، دي بتاعته. النهارده مثلا ياسر ابراهيم ولا ايمن اشرف عشان بدر هيرجع. في نص الملعب لعب المره اللي فاتت قعد لي ديانج، لعب بمين؟ بالسوليه وحمدي. هل في حد فيهم في اجهاد؟ احنا شفناه في ماتش سموحه راح مريح مين؟ راح مريح السوليه. فهل محتاج ان السوليه رايح ويبدا بحمدي فتحي وعلي ديانج؟ بس لو بدا بحمدي فتحي وعلي ديانج انت كده عندك اثنين يعني ايه هيضغطوك شويه يعني. فالحسابات دي كلها يقدر هو اللي يقدر، ادرى واحد هو على اساس اني عنده هدفين، اول حاجه يتجنب الاصابات والفوز بالثلاث نقاط. رايك في اداء اكرم توفيق في الباك رايت، خصوصا ان هو كان يعني اكرم بسم الله ما شاء الله لعيب كويس كل حاجه، ولكن اكتشافه في الباك رايت اليومين ثلاثه اللي الماتشين ثلاثه اللي فاتوا. اكرم لعب في 2018 مع كارتيرون لعب باك رايت. اوكي. يعني بس ما كانش بالتالق، بس ما كانش بالنضج ده، لان بالزبط. خلي بالك اكرم طلع لعب خط تجارب بره، والاعاره اللي طلعها اثقلته خبرات وعدد ساعات لعب، ولما رجع طبعا بشكل جي. لكن انا شايف انه عمل طبعا مباراه الترجي عملها بشكل مميز جدا طبعاً. وفي نفس الوقت كمان هو تقل، ممكن يلعب في وسط الملعب، ممكن يلعب ارتكاز وسط الملعب، ممكن يلعب باك رايت، فتقدر تستفيد بيه. لكن هو ماشي بخطوات كويسه جدا، وقدر ان هو كمان في الناحيه الهجوميه عنده حلول. عنده يعني عايز اقول ايه، التلت الهجومي عنده بيفكر في شغل بيقدر يعمله، بيقدر يخش لجوه ويمشي ويشوف بشماله. طبعا لسه ما شفناش اهداف، لكن في جمل، في جمله، في جمله بيحاول يعملها. محمد هاني طبعا لما هيرجع من الاصابه هيضيف طبعا، النهارده نزل في التدريب. فدي طبعا هتدي باور للنادي الاهلي الفتره الجايه عشان نهائي افريقيا يوم 17. من الطبيعي ان احنا نشوف علي لم يصل الى 100% من مستواه، ده طبيعي يا كابتن بعد اصابه طبيعي طبعا بعد فتره اصابه طويله. لكن علي معلول عنده خبرات كبيره جدا. علي معلول هنا اللعيب الخبره لما بيبعد عن الاصابه ويرجع بيقدر يعبر عن نفسه او يرجع لمستواه بشكل مميز، لانه بيبقى عنده الخبرات وعنده من الذكاء
في اقتصاده في الملعب، بيقتصد في جهده، ايه الكرات اللي هشتغل عليها، ايه الكرات اللي ممكن اقف اريح، امتى لما اقف مع الفرقه، امتى اطلع مع الفرقه، الحاجات دي كلها. قدر يحرز هدف جميل اللي هو ضربه الجزاء، في نفس الوقت قدر عمل الجون الرابع. الجون الرابع فماشي بشكل يعني طبعا بنقول 60 70 80% مثلا، ولكن الفتره اللي جايه علي يقدر يجيب 100%. هيجي مع طبيعي يعني هي طب ده طبيعي عشان لانه البعض بيتكلم عن ان علي كذا وكذا، ولكن في النهايه لعيب كبير ومستني يستنى الماتشات دي بتاعته. طبعا لازم لما تيجي تتكلم على لاعب غاب اكتر من شهر تقريبا، ده يعني اربع خمس شهور، ده انا بقول لك يعني انت طويل. بتتكلم في فتره طويله يعني طالما عدى الشهر، فانت المفروض ان بيفقد ما يقرب من 70 ل 80% من مستواه بدنيا، حتى بدنيا وفنيا وتكتيكيا، يعني الموضوع كله هو راجع بالشكل احساسه جوه يعني. الملعب احساسه ووقفته جوه الملعب، السبرنت بتاعه، تغطيته لجوه، ازاي بيغطي، ازاي بيقابل الراجل، الحاجات دي كلها بتبدا تيجي مع الماتشات. فانت بتتكلم في فتره طويله يعني، ولكن اللي هياثر الفتره دي خبرات علي معلول. عنده خبرات، عنده لاعب دولي منتخب تونس، كان لاعب في الصفاقسي قبل كده، واحد من اهم عناصر اللعبه طبعًا، او من اهم طبعًا مفاتيح اللعبه في النادي الاهلي، لكن هيقدر يريكفر بسرعه ويجيب المستوى بتاعه في وقت بسرعه يعني. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم مع كابتن محمد يوسف عن فتره مهمه جدا في حياته في تركيا. ماذا حدث في تركيا مع كابتن محمد يوسف بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن محمد، دايما طول عمرك يعني بتلعب من خلال النادي الاهلي في منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين لغايه لما وصلت للمنتخب الاول. اعتقد بطوله 98، بطوله الامم الافريقيه 98 كانت بدايتك في الاحتراف الخارجي في تركيا. هي فعلا بطوله 98 كانت يعني مفتاح لعدد كبير جدا انه يحترف. ايوه وهي فعلا بعدها على طول انا خدت بقى تجربه احتراف في تركيا في نادي دينيزلي التركي. ودايما كان، خلي بالك، الاحتراف كان اصعب من دلوقتي. أيوه. يعني كان لازم تعمل مثلا بطوله، لازم تعمل انجاز مع ناديك افريقيا او مع المنتخب عشان تبدا حد يبص، او حد يبدا مثلا ايجنتس او مدربين يبداوا يجوا يبصوا يعني. ففعلا بعد البطوله دي احترف مجموعه كبيره جدا من اللاعبين في اوروبا عموما يعني. انت كان اول احتراف لك في دينيزلي سبورت؟ اول محطه انا كان عندي 28 سنه ونص يعني. بعد سن كبير، لكن حبيت ان انا اخد تجربه او يعني العب بره في اوروبا. عارف، حسيت بتحدي يعني، حسيت انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل يعني. كان احمد حسن موجود. احمد حسن كان موجود في كوجالي، مدحت عبد الهادي كان موجود في كوجالي. وبعدين انا رحت الاول، بعدين عبد الظاهر بقى جه معايا في نادي دينيزلي التركي مع مدرب ارسون ارسون يانال. مدرب يلمز، وبعد كده يلمز برو، بعد كده يرمز جورال. طيب خلينا نشوف يلمز قايل لك ايه. لا والله merhabalar Türkiye'den, Çeşme'den selam ve sevgiler. Yusuf kardeşim benim. Futbolculuk tamam. Şimdi geldik antrenörlüğe. Bakalım o oyunculuk kadar kolay. Onu şimdi göreceğiz. Bu ara tabii seni ne kadar çok sevdim biliyorsun. 2000 senesi Diyarbakır Spor'da, Denizli Spor'da beraberdik. Sonra ben seni Diyarbakır'a götürdüm. Sonra da maalesef ayrıldık. Sen Mısır'a döndün. Biz yine antrenörlük hayatımız devam ettik. Bu arada bir Elseka ve Ahmet Hasan'dan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Ben bu sürenin 3 tane en önemli oyuncularıyla çalışma gururunu yaşadım. Hepsini çok seviyorum ve buradan hasret bekliyorum. Selam ve sevgiler. Müdürüm, müdürübün mümeyyizin. Yılmaz Yural مسكنا في دينيزلي موسم، وبعد كده انتقلت معاه للنادي مشهور وبيعمل اعلانات وبتاع ديارباكر سبور. مدرب من المدربين طبعا الجامدين جدا في الدوري التركي. وليه يعني ليا معاه، واضح ان هو بيحبك من طريقه كلامه. ليا معاه يعني مواقف كتيره جدا، واداني شرط الكابتنه في النادي دينيزلي. في النادي دينيزلي لما كنت بلعب تاني موسم، ف
فيرمز يورال من وبعدين عنده الجانب النفسي بيعمله بطريقه مميزه جدا. وافتكر كنا بنلعب مباراه مع بشكتاش في اسطنبول، فكان لينا فرصه، المهاجم بتاعنا انفرد وهو كان لابس بدله ولابس جزمه، كان على طول هو بيحضر المباريات كلها ببدله وكرافته وكده. المهم كان الملعب مبلول طبعا والدنيا مطر وبتاع، فاحنا رحنا بانفراد والمهاجم بتاعنا حطها ماشيه الكوره جنب القائم يا اسلام. فهو جري على عايز يحطها، لا هو جري على يعني بيحتفل انها جون. اوكي. راح متزحلق الجزمه، انت عارف جزمه سوداء، راح متزحلق، خد المنطقه الفنيه دي. انا يوميا كنت في الملعب فببص لقيته وقع. انا مش فاهم هو وقع ليه يعني، بس طبعا كان من المواقف الجميله يعني انا فاكرها. بس هو من المدربين المميزين جدا، عملنا معاه ريكوردز كويسه جدا. وخدنا خامس دوري التركي يعني، ودي كانت صعبه اعتقد. طبعا انت بتتكلم في دوري قوي، دوري في فرق مميزه يعني، جالتا سراي، فنربطشه، بشكتاش، ترابزون، لا فرق قويه يعني. كان عندك مهاجم في الوقت ده لعب معاك ولعب ضدك لو تفتكره، افريقي، كولوبالي. كولوبالي لعب معانا في دينيزلي وبعدين راح ريزا سبور. طيب خلينا نشوف كولوبالي برضو ماذا قال لمحمد يوسف ونرجع نكمل. السلام عليكم، c'est Fernand Koulibaly, ancien footballeur international malien. Comment tu vas mon frère? Bien j'espère. Voilà, tu étais un défenseur qui me posait beaucoup de problèmes. Je préférais jouer avec toi que contre toi. Parce que tu n'abandonnais jamais. Même si on te passe, tu reviens encore. Tu reviens toujours, toujours et encore. Vraiment, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'honneur et de fierté que j'ai joué avec toi et contre toi. Vraiment, je te souhaite tout le meilleur. Vraiment. Et Ahmed Hassan, Saka, si tu as de leurs nouvelles, passe-leur mon bonjour, s'il te plaît. OK? Tu étais un très grand défenseur. Vraiment. Tout le meilleur. لا 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 دي مفاجآت فعلا. لا لا كولوبالي كان من انا هقول لك ليه. احنا كنا بنلعب احنا الثلاثه، اول ما رحت انا دينيزلي واحمد كان في كوجالي، وبعد كده جبت السقه، وبعد كده احنا الاثنين رحنا جايبين احمد حسن من كوجالي. كان حصل زلزال في 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 كوجالي البلد اللي كان فيها احمد حسن، ف يعني حصل مشاكل في فريق كوجالي وكده. المهم جبنا احمد حسن معانا كوجالي، فبقيت انا والسقه واحمد حسن في دينيزلي في مكان واحد في نادي واحد يعني. وكان مين معانا رابع بقى؟ كان معانا بدره، خالد بدره اللي هو مدافع تونس. فاحنا كنا رباعي وخامسنا كان كولوبالي. كولوبالي لان هو كان خمسه محترفين ساعتها. دلوقتي خلاص فتحوا، دلوقتي ممكن اللعيبه كلها من اجانب يعني. فكنا احنا الخمسه المحترفين اللي في الفريق، فكنتوا مع بعض على طول. كنا مع بعض على طول. فكولوبالي طبعا ليه ذكريات جميله جدا معانا، وكان من المهاجمين يعني دمه خفيف جدا. وبعدين سابنا بقى بعد اول سنه، راح ريزا سبور. فطبعا كنا يعني انا كنت بلعب بقى عليه، فكنت حافظينه من التدريبات بقى وكده. لكن من مهاجم يعني مهاجمين المميزين جدا، وجاب جوان كتيره جدا معانا في دينيزلي يعني. طيب مسكت الشرطه، بس انا بحيي عمر لان فعلا جاب انا مش عارف جابهم ازاي يعني، وصل لهم ازاي يعني. برضو من التجارب اللي عملها كابتن محمد يوسف بقى، هو مدير فني، مسكت الشرطه العراقي. مين ابرز اسم ممكن تكون مسكته في الشرطه العراقي؟ الأول سنة طبعا لما روحت بعد تجربة الأهلي مسكت الشرطة العراقي، طبعا كان كابتن الفريق وعلى رأس اللاعبين كلهم كان نشأت أكرم. نشأت أكرم كان أولا كابتن منتخب العراق في 2007 في كأس آسيا، ولعب من نجوم العراق يعني الكبار جدا. فأنا لما روحت طبعا كان موجود، كان هو كابتن فريق، وكان حاجه في منتهى الاخلاق ومنتهى التواضع، وكان يعني عايز اقول لك ساعدني بشكل كبير جدا في اول سنه. طبعا ساعدني هو، طبعا ما استمرش معانا لان حصل يعني حصل بعض المشاكل، وهو فضل انه
يعني يكلم الإدارة، كان عنده يعني في بعض الحاجات أو خلافات ما بين الإدارة وما بينه وحاجات كده، فهو فضل إن هو ما يكملش الموسم واعتزل، أعلن اعتزاله يعني. قال لي يا كابتن أنا كنت أتمنى أن أكمل معاك طبعا الموسم، لكن أنا يعني دي حاجات شخصية بيني وبين الإدارة وكده. ده قال لك بينك وبينه صح؟ طب خلينا نشوف نشأة أكرم ماذا قال لمحمد يوسف أيضا ونرجع نكمل. تحية إلى الأخ والصديق الكابتن محمد يوسف. الكابتن محمد يوسف قبل أن يكون مدرب هو أخ وصديق، وسوينا موسم جميل جدا لولا الظروف حتمة أنه ممكن أنه صار فراق بيني وبين الكابتن محمد يوسف. لكن محمد يوسف اسم كبير وإضافة كبيرة إلى نادي الشرطة أو حتى الكرة العراقية في الوقت اللي كان فيه موجود في العراق، وكنت أتمنى أنه يستمر ويأخذ استحقاقه في العراق، لكنه هذا حال كرة القدم. تحية حب واحترام للأخ الكبير الكابتن محمد يوسف أخوك نشأتك. جميل نشأت جميل ونجم نجم نجم في كل تصرفاته، نجم في كل تصريحاته، وكان حتى جوه الفريق كان يعني عامل روح جميلة جدا بينه وبين اللعيبة، كان محبوب جدا من اللعيبة، شعبيته كبيرة جدا، شعبيته نشأت. بص جيل 2007 في المنتخب العراقي كان على رأسهم طبعا نشأت يونس محمود، المهاجم يونس محمود، يونس محمود لا كان عندهم هوار، كان عندهم كمان نور صبري الحارس المرمى، لا يعني كان سلام شاكر في الدفاع، مهدي كامل، مهدي كريم قصدي في الخط في الباك رايت، لا يعني كان عندهم نجوم جامده جدا. ونشأت طبعا من المواهب اللي فعلا فعلا انا كنت بستمتع، يعني انا كنت بستمتع وهو بيلعب وانا كنت بدربه، من اللاعبين اللي انا بستمتع فعلا بادائهم. اولا لاعب مهاري جدا بيلعب عشرة حاجه جميله يعني، وفي ثانيه تلاقيه مودي المهاجمين للجون فاولات طبعا ولا اروع. مايسترو في نص الملعب، مايسترو في نص الملعب. وعلى فكره النادي الاهلي فاوضه في فتره من الفترات في 2009 كده 2008 كان في مفاوضات بس ما نجحتش يعني. فانا بشكره طبعا من خلال قناه النادي الاهلي بامانه بشكره، وبشكر كمان الحاج اياد بنيان اللي هو كان رئيس نادي الشرطه في الوقت ده، لان هو يعتبر نشأت جوز بنته، ولما تعاقدوا معايا فعلا كان ناس في منتهى الاحترام. خلي بالك انا الحمد لله عامل اسم كويس جدا في العراق، ولغايه النهارده بيجي لي عروض على الشغل اللي انت عملته هناك. الحمد لله عملت تجربتين مع نادي الشرطة سواء 14 15 او 17 18 16 17 قصدي، عملت تجربتين الحمد لله لغاية النهاردة كثير من الاندية العراقية اندية مقدمة يعني بيتكلموا معايا. عموما هنكمل كلامنا مع كابتن محمد يوسف، خدناه في جزء كده من الذكريات، ولكن خلينا نطلع فاصل الاخير، وبعد هذا الفاصل بقى نرجع نتكلم عن ذكرياته في بطولة افريقيا وفوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية وكأس العالم. هل الموضوع مختلف؟ هل ممكن نشوف ده الفترة اللي جاية؟ نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن محمد يوسف. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن محمد، الفقرة الأخيرة دايما بنبقى بنتكلم عن ذكرياتك بقى 2012 و 2013. 2012 كنت مدرب عام مع كابتن حسام البدري في بطولة أفريقيا 2012، ثم مديرا فنيا لنادي الأهلي في 2013 والفوز بالبطوله الافريقيه واللعب في كاس العالم. هي دي مرحله يعني مرحله كان مستر جوزيه بعد احداث بورسعيد وكده ما جددش مع النادي الاهلي ورجع تاني الكابتن حسام البدري لتولي المسؤوليه وكان في جهاز بقى، كان لما كابتن حسام كان في ام بي ورجع، فكنت انا موجود استمريت مع كابتن حسام مدرب عام، وجي احمد ايوب مساعد، وجي كابتن طارق سليمان كمان، فبقينا جهاز، وكابتن ابو العلا احمال، وطبعا كان موجود كابتن سعد عبد الحفيظ مدير كوره. فالجهاز ده اشتغلنا في 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 الدوري، واشتغلنا في بطوله افريقيا الحمد لله، خدنا بطوله افريقيا ده بالنهائي الترجي اللي كلنا طبعا عارفينه من احسن النهائيات اللي اتلعبت، النهائي اللي هو 2012 امام الترجي،
الفترة دي يا كابتن كان انا اتذكر ان كان بركات وابو تريكه ومتعب قاعدين احتياطي في النهائي. في النهائي في النهائي في النهائي كابتن حسام بدا ب ب بسيد حمدي وجده وجده وكان وليد سليمان وعبد الله السعيد وكان في وسط الملعب حسام غالي وحسام عاشور. ايوه وباك ليفت. ما كانتش صعبه ان انت يبقى عندك ابو تريكه وبركات ومتعب وتقعدهم وتلعب جده مع احترامنا ليهم يعني، بس الفتره دي كانت كبيره جدا. طبعا طبعا كان قرار جريء يعني، قرار جريء من كابتن حسام. انت عندك ابو تريكه كان قيمه كبيره جدا طبعا، عماد متعب قيمه كبيره جدا كمهاجم، الفتره دي يمكن كان عنده بعض الاصابات شويه، لكن يبقى عماد متعب طبعا يعني مهاجم خطير طبعا، وبركات طبعا كلنا عارفينه زئبقي طبعا، يعني بركات من اللعيبه اللي تغير لك مسار فريق يعني. ايوه النهائي ده يعني انا كنت حاطط ايدي على قلبي طبعا، المدير الفني هو اللي بياخد القرار ابو تريكه نزل، ابو تريكه بس اللي نزل، ابو تريكه اللي نزل، لكن بركات ومتعب ما غيروش، لكن ابو تريكه نزله. بس انه يبدا كابتن حسام نهائي بتلعب، احنا تعادلنا هنا 1-1 وبعدين هناك بدا بقى بالتشكيل ده. بس يعني انا عايز اقول لك قرار جريء قرار جريء، هو كان عنده حساباته الفنيه النقاط اللي بيستند عليها. انت كنت موافق على القرار ده يعني ساعتها ولا كان عندك وجهه نظر اخرى؟ بص يعني انا اقول لك بامانه، احنا ما اتكلمناش في الـ في الـ في التشكيل في المباراه دي يعني كابتن. اصل خلي بالك اللي بيفتح النقاش وبيفتح الحوار ان لو عايز يسمع هو المدير الفني. اوكي ما ينفعش مساعد يجي يخش على المدير الفني يقول له مثلا احنا هنعمل ايه، احنا هنلعب ازاي. لا احنا في النادي الاهلي المنصب الاعلى هو عايز يسمع هيقول لك، بيستدعي الجهاز بيجمع الجهاز، يا جماعه عايزين نتناقش في النقطه دي، انا ايه وجهه نظركم، عايز اسمع، وهكذا. ما تناقشناش في الحته دي، احنا كان كل تركيزنا ان احنا نروح نجيب البطوله. كابتن حسام حط التشكيل ولعبنا، كان في كمان مركز من المراكز برضو اللي كان فيها كلام شويه الباك ليفت، لان شريف عبد الفضيل اتصاب وكان سيد معوض مصاب. لعبنا باحمد شديد باك ليفت وجنبه جمعه ونجيب. لكن طبعا في النهايه بطوله للنادي الاهلي وبطوله ساعد بيها جدا جمهور النادي الاهلي. انا كانت غايبه البطوله من 2008 رجعناها تاني في 2012، وكانت بطوله ليها طعم انك بتاخدها من الترجي في الترجي. الترجي في تونس 2013 يعني. كنت مدير فني بقى بعد كابتن حسام لعب والسوبر لعب مع ليوبار كيني وليوبارز، وبعد كده سافر ليبيا. فقرار من طبعا كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي ولجنه الكوره ان اتولى المسؤوليه. توليت المسؤوليه، كملت الدوري اللي كان كابتن حسام كان فيه لسه ماتشات، وبعد كده قامت ثوره 30 يونيو فتم الغاء الدوري. ايوه فدخلنا بعد كده كملت بقى بطوله افريقيا. بطوله افريقيا والفوز بالبطوله الافريقيه الحمد لله. طبعا كانت بطوله من البطولات الصعبه جدا برضو، لان ما كانش فيه دوري، وطبعا انت عارف بقى طبعا الرعاه والحاجات كلها اللي مبنيه على بطوله الدوري كلها توقفت، وما فيش مباراه وديه. فطبعا كنا بنعمل مباراه وديه، ما فيش قصدي مباراه رسميه تستعد بيها وتحافظ لك على حساسيه الماتشات بتاعتك. لكن الحمد لله ان احنا وفقنا في خلق دوافع جديده، عمل مباراه وديه، كنا شغالين بهدف واحد هو الفوز ببطوله افريقيا. هي كانت الكاس مش عايز تديه لحد هنا؟ لا بالعكس، ده انا مسكته بعد ما اللعيبه يعني بص انا خدته بعد ما اللعيبه كانت ماسكاه. بص كانت بطوله غاليه جدا، لان هي كانت الامل الوحيد للجمهور. ما كانش فيه كوره. انت ما كانش فيه بطوله دوري. ايوه فكان الجمهور بيستنى يلعب بطوله، يعني الاهلي بيلعب بطوله افريقيا دوري مجموعات. فحتى انا كنت بتكلم مع اللعيبه دايما لما كنت بعمل محاضراتي واعمل الاجتماعات بتاعتي كلها، اقول لهم الجمهور ده مفيش حاجه هيفرح بيها الا ماتشات افريقيا. ايوه والحمد لله قدرنا نعدي من دوري المجموعات بفوز، يعني فوز جميل جدا على نادي الزمالك 4-2 في الجونه. وبعد كده انتقلنا لقبل النهائي مع القطن الكاميروني، بطوله صعبه جدا بظروف صعبه جدا، خروج مصر من كاس العالم على يد غانا 6-1 الاهلي كان انا كان عندي 6 لعيبه في المنتخب ساعتها. فطبعا نفسيا منهارين وانا عايز اجدد الطموح بتاعهم وعايز اطلعهم من
من الحاله المعنويه السيئه جدا اللي راجعين بيها من المباراه دي عشان نلعب مباراه قطن الكاميروني، خدت مجهود كبير جدا. ايوه. ثم بعد ذلك دخول بقى مع نهائي مع اورلاندو بايرتس، فرقه خرجت الترجي. يعني في قبل النهائي الفرقه دي خرجت الترجي. خرجت الترجي. نفس الموقف يمكن اللي احنا بنعيشه دلوقتي، كازر تشيفز برضو من جنوب افريقيا وخرج الوداد. خرج الوداد صح. بس طبعا النهائي كان مباراتين ذهاب وعوده يعني. فلما لعبنا مع مع مع, مع اورلاندو بايرتس خلي بالك كانت يعني نهائي قوي جدا. لان اورلاندو بايرتس معنويا كانوا واخدين ثقه علينا. اورلاندو كسب هناك، اورلاندو تعادلنا 1-1 تعادلنا 1-1 في في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا وكسبناهم هنا 2-0. بس اورلاندو كان في دوري المجموعات كسبنا 3-0 في الجونه، في ملعبنا هنا. الماتش ده كان في رمضان. ايوه وكان ماتش ليه يعني حوارات كتيره وحساسيات كتيره قوي، لكن قدرنا نتعادل معاهم في دوري المجموعات 0-0 وتصدرنا المجموعه. ثم بعد ذلك قابلناهم بقى في النهائي، لان احنا لعبنا القطن الكاميروني وهم لعبوا الوداد، سوري الترجي التونسي. كابتن يوسف، مين افضل لعيب انت دربته في الفتره دي؟ في الفتره دي لا، بص هبقى هظلم اسامي لو قلت لاعب. افضل ثلاثه. لا خلينا افضل سته. عشان 11 بقى يعني وخلاص. لا بص هقول لك على حاجه، انا كان معايا تشكيل يعني يعني كابتن حسام البدري استلم فريق من جوزيه. هيكل فريق محترم جدا، كابتن حسام خد بيه بطوله افريقيا وخد بيه سوبر، وبعد كده استلمت انا الفرقه لان كان بقالي اربع سنين شوية. مساعد. كان بقالي اربع سنين مساعد، فانا كنت حافظ الفرقه كويس قوي. ايوه. ثم بعد ذلك لما توليت لا معايا حرام ان انا اقول لاعب يعني، يعني انت بتتكلم على طيب. عناصر يعني بتتكلم على بركات، بتتكلم على بوتريكا، بتتكلم على عماد متعب، بتتكلم على وائل جمعه ورا، بتتكلم على سيد معوض في الشمال، احمد فتحي. انا اقول لك التشكيل، حسام عاشور كان عنصر مهم جدا في وسط الملعب من العناصر المميزه جدا. عبد الله السعيد ووليد سليمان. وليد سليمان عمل بطوله 2013 بطوله يعني ولا اروع. لا تحمل على نفسه بشكل كبير جدا، ركبته كانت بتوجعه وكان بياخد حقن، وكان وليد سليمان من العناصر اللي جت على نفسها او يعني تحمل على نفسه عشان النادي الاهلي. لا عموما بس انا عموماً. بس انا لاحظت ده قوي في 2013، قال لي يا كابتن انا مش هعمل عمليه غير لما نخلص ان شاء الله ونوصل كاس العالم للانديه. ايوه. وفعلا بعد كاس العالم للانديه راح داخل بقى عمل عمليه، كنا احنا رجعنا على الدوري، فقال لي يا كابتن هعمل العمليه لان فعلا كانت ركبتي خلاص يعني. كانت ركبته جابت اخرها خالص يعني. فلا كان معايا عناصر مميزه جدا، بتتكلم على كلهم بصراحه كلهم، شريف اكرامي من ورا مرورا بقى بالخط الظهر زي ما قلت لك، محمد نجيب وجمعه وشريف عبد الفضيل واحمد فتحي وسيد معوض شديد، وسط الملعب كان عاشور، رامي ربيعه، تريزيجيه كان طالع في الوقت ده. دبلوماسي انت برضو يا كابتن. لا مش يعني دبلوماسي، انا بقول لك على عناصر فعلا عملت معايا دور كبير جدا، قدرت اديرهم، قدرت ان انا اديرهم بنجاح، وفي نفس الوقت هم كان ملتزمين وكانوا بينفذوا الفكر اللي كان بيتقال لهم. بس يعني طبعا انا اتمنى لك يا رب كل التوفيق في الفتره اللي جايه. اخيرا في حاجه قريبه هنسمعها عن كابتن محمد يوسف ان شاء الله؟ يعني انا بحضر لحاجه تليق باسم محمد يوسف. أيوه. وحاجه تكون فيها عناصر نجاح. يمكن انا جات لي حاجات الفترة اللي فاتت، لكن طبعا لما باجي ادرسها واجي ابص عليها واحللها بشكل تفصيلي بلاقي ان يعني في صعوبة يعني. لكن في نفس الوقت ان شاء الله بحضر لحاجة كويسة ان شاء الله ابتداء من الموسم الجاي تكلل بالنجاح ان شاء الله، ويبقى فيها توفيق، لان احنا بنجتهد خلي بالك. التدريب في اجتهاد وفي بذل مجهود، وبعد كده تبص تلاقي التوفيق اوقات انت عارف في توديك نهائي افريقيا وتاخده او ما او توديك في برافو عليك تانية. برافو عليك. البطولات يا اسلام لما بتيجي ما بتجيش بس شطاره منك او اجتهاد منك. طبعا ربنا بيسبب لك اسباب ان الفرق الاخرى بتبقى ما هياش موفقه او عندها مشاكل او عندها ايقافات او عندها اصابات، يبعد عنك انت الاصابات ويبعد عنك الحاجات اللي ممكن تخسرك وممكن ايه يوديها للفرقه الثانيه وهكذا. فاتمنى ان شاء الله ان التجربه الجايه تبقى موفقه، وانا بستعد لها بشكل كويس وبحضر بشكل كويس على اساس ان يبقى مكتوب لها التوفيق والنجاح ان شاء الله. يا رب يا كابتن محمد، شرفتنا ونورتنا ودايما سعداء بوجودك معانا، ويعني كل التوفيق للمرحله القادمه. حبيبي ربنا يخليك كابتن اسلام، انت عارف معزتك عندي. ربنا يخليك يا كابتن. نفس الوقت انا سعيد جدا ان انا يعني عملت حلقه جميله ان شاء الله، نبقى ضيوف خفاف كده او انا ابقى ضيف، انت يوميا طبعا ضيف موجود على الشاشه، لكن
ابقى ضيف خفيف على جمهور النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي. بشكر كل الستاف بتاعك من رئيس تحرير للقناه كلها، وطبعا حبيبي طبعا ايهاب الخطيب عامل نجاح كبير طبعا. جدا وانت كمان يعني بقول لك الحمد لله على السلامه، رجوعك خليك لمكانك تاني وبرنامجك الرئيسي في القناه انت تستاهله، وبالتوفيق حتى في الجانب الاداري ان شاء الله نشوفك كده في اعلى المناصب ان شاء الله. اشكرك جدا كابتن محمد يوسف، كان نجمنا النهارده موجود معانا في البيت الكبير، يعني اعتقد كلام مهم وكلام كتير جدا سمعناه من كابتن محمد يوسف. انا بشكر حضراتكم جدا جدا على وقتكم معانا، ان شاء الله احنا قلنا لحضراتكم ان الاسبوع ده هو اسبوع المدافعين في النادي الاهلي. امبارح كان معايا شريف عبد الفضيل مدافع النادي الاهلي، النهارده كان معايا النجم كابتن محمد يوسف وهو ايضا مدافع النادي الاهلي، غدا ان شاء الله هيكون معايا الصخره والجمعه في البيت الكبير، ان شاء الله بكره هيكون معايا في تمام الساعه 10 كابتن وائل جمعه عشان نكمل هذا الاسبوع، اسبوع المدافعين في النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله انتظرونا غدا في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من البيت الكبير.